السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. جمعه طيبه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم التخفيضات اللي دايره مرجان في الاواني المنزليه وبعض التجهيزات المنزليه. بالنسبه لهذا الفران هذا سلطان ديال الغاز، فيه الفران لتحت والفوق كاين البوطات. بالنسبه للريوس ديال البوطه فيهم اربعه ديال الريوس، ثم كما كتشوفوا الثمن ديالو 799 درهم. بالنسبه لهاد التيشورتات هادو ديال القطن 100% قطن، فيهم الالوان صراحه زوينه بزاف ودايرين لهم ثمن واعر، فيهم اللوينات واعرين، فيهم البيض، فيهم الليموني، فيهم الصفر، هاد الكري هذا المفتوح والمغلوق. بالنسبه للثمن ديالهم 30 درهم. ثم هذا اللون هذا هو زوين صراحه. بالنسبه لهاد البلاطويات هادو عجبوني بزاف بزاف، وهكذا يعني صحاحين كيبانوا زوينين والشكل ديالهم زوين. بالنسبه للالوان اللي فيهم جوج ديال الالوان، فيهم هذا اللون هذا، هذا الغوز يعني اللون بحال كاشيري، وفيهم هذا البيض هذا، فيهم هادو الصغار وكاينين الكبار بزاف. بالنسبه لهادو الثمن ديالهم 25 درهم. بالنسبه لهاد الكاسرونات هادو خمسه ديال البياسات ديال الجرانيت، فيهم الالوان، فيهم جوج ديال الالوان، فيهم الكري وفيهم داك الموف، فيهم خمسه ديال البياسات. بالنسبه للثمن ديالهم 239 درهم، كانوا بشي 300 وشي حاجه، دابا رجعوهم 239 درهم. بالنسبه لهاد هذه كاسرونه وفيها في نفس الوقت شبكه، يعني تقدروا تستعملوها كاسرونه وتقدروا هكذا مثلا ديروها هكذا للقلي في هذيك الشبكه الصفايه. الماركه بابيلا. بالنسبه للثمن ديالها 89 درهم. بالنسبه لهاد المقيلات هادو حتى هما صراحه عجبوني بزاف، فيهم جوج ديال المقلات، وحده كبيره وحده صغيره. لا مارك روستا، بالنسبه للثمن 99 درهم، هادو غرانيت حتى هما. بالنسبه لشحال فيهم من سنتيمتر، فيهم الصغيره فيها 20 سنتيمتر على 24، والكبيره فيها 30 على 34. بالنسبه لهاد المقله هادي حتى هي بابيلا ديال تركيا، هاد المقالي هادو هكذا، بالنسبه هكذا للتشحار لاي حاجه، المهم زوينين هكذا وغارقين، ديروا فيهم بايلا يعني اي حاجه تجي فيهم. بالنسبه للثمن ديالهم 169 درهم. بالنسبه لهاد الطابيات هادو، هاد الطابيات هادو ديال الكوزينه، فيهم الالوان، فيهم بزاف ديال الالوان كما كتشوفوا، فيهم شكيلات ديال الكوزينه وفيهم هكذا شكيلات هكذا ديال الحمامات، فيهم ديال يعني ديال البيوت ديال الدراري الصغار. بالنسبه للثمن ديالهم 69 درهم. بالنسبه للمتراج يعني راهم تبارك الله كبارين، يعني كي هكذا يعني كيجيو المسافه ديالهم طويله. بالنسبه لهذا لونسومبل هذا فيه ثلاثه ديال المقلات، حتى هو لا مارك بابيلا. بالنسبه للثمن ديالهم دايرين 199 درهم. بالنسبه لهاد الكاسرونه هادي حتى هي فيها يعني كاسرونه وفي نفس الوقت يعني كنا يعني كاسرونه مقله وفيها يعني بلاصه القليله بغيتو تقليو بها هكذا، فيهم داك في هذيك الشبيكه. بالنسبه للثمن ديالها 125 درهم. بالنسبه لهاد المقيله كاين هاد الشكل هذا، كاين كاسرونه بوحديتها، كاين هكذا مقله هكذا كما كتشوفوا على داك الشكل، يعني كاينين بزاف ديال الاختيارات ونفس الثمن. بالنسبه للثمن فيهم دايرين 79 درهم. بالنسبه لهاد الزلافه هادي كبيره بحال هكا لا كريم شونتي الكيك، ولا المهم راه هاد الشكل راه كبيره بزاف، راه غير ما يعني في التصوير انتم كما كتشوفوا، كنتمنى تبان لكم مزيان. بالنسبه للثمن ديالها دايره 29 درهم. بالنسبه لهاد الطبيصلات هادو صراحه عجبوني، الشكل ديالهم زوين وفيهم الوان زوينه بزاف، فيهم الشكل اللي مربع وفيهم الشكل اللي داير.
الشكل ديالهم صراحه غزال. كنتمنى هاد الفيديو لعجبكم، ما تنساوش واحد جيم وشكرا.